الآن مع الفيديو الثالث من السلسلة الخاصة بانهيار بنك سيليكون فالي وأثر انهيار القطاع المصرفي عموما على الاقتصاد. ده الفيديو رقم 3، وكنا توقفنا في الفيديو رقم 2 في الرسم البياني الخاص بعرض النقود، وقلنا إنه الفيدرالي ضخم سنة 2002 كان 6 تريليون عرض النقود، الآن حوالي 23 تريليون دولار، وقلنا ده اللي أدى إلى التضخم. طيب ماذا حدث لبنك سيليكون فالي وما هي الأسباب؟ طيب البنك ده متخصص في أنشطة الشركات أو شركات التكنولوجيا الناشئة اللي هو بسموها الستارت أب تكنولوجي كومبانيز. دي شركات صغيرة و very volatile وحجم نشاطه بسيط واحتمال انهيار كبير جدا جدا. كانت الشركات دي بتودع أموال في البنك، بنك سيليكون فالي، وبيتعاملوا معاه في الاقتراض وتمويل نشاطهم، ومعظم الأموال كانت مودعة في البنك من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. كان البنك بيستثمر في أو فعلا استثمر في سندات طويلة الأجل كان فيها عوائد 3%، في 1%، 1.5%، المهم المتوسط كان 1.8 عوائد على سندات هي عبارة عن أموال المودعين. استخدم البنك في إنه استثمر اشترى بها سندات من السوق قبل فترة. فماذا حدث بعد ما اشترى السندات؟ حصلت الحرب الأوكرانية وأسعار الطاقة ارتفعت زي ما شوفنا في فيديو رقم 2، وده أدى إلى التضخم، والتضخم اللي هو ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا، وأدت إلى ضغط على موازنة الأسر، ميزانية الأسر، فبالتالي تدخل البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي وقام برفع أسعار الفائدة زي ما شوفنا في الرسم البياني في الفيديو رقم 2، رفعها بصورة كبيرة جدا جدا وصورة جنونية. وردة الفعل الخاصة بمكافحة التضخم عبر سياسة رفع أسعار الفائدة كانت سريعة وقوية جدا جدا، وده كان شيء غريب. احنا زي ما شفنا في سلسلة الارتفاعات الانترست ريت أسعار الفوائد في الرسم البياني، أنا كان ذكرت أو كان من رأيي إنه معظم الفاينانشال كرايسيس أو الأزمات المالية بيتسبب فيها البنك المركزي الأمريكي في تدخل القوي في أسعار الفائدة. والغريبة إنه يعني البنك المركزي نفسه بيعرف أكثر من غيره إنه الرفع المتواصل ممكن يؤدي إلى انكماش. وأنا كان كتبت في المقال السابق العبارة دي أخذتها لكم نقصا، إنه في الأزمات المالية السابقة كان الفيدرالي الأمريكي غير مستعد لمواجهتها، وألقي باللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعضائه 10 أو 12، ما بتذكر عدد بالضبط كم، إنه هم تأخروا في الرد وإنه ردهم كان ضعيف إلى فات الأوان وأصبحت عندنا أزمة مالية. فهذا الأمر هو اللي بيفسر السياسة العدوانية في محاربة التضخم اللي بيتبعها المصرف المركزي الأمريكي، خوفا من يعني المسألة دي بتأثر في قرارات السيكولوجي الخاصة بأعضاء مجلس الاحتياطي، خوفا من إنه يلقوا باللائمة عليهم. ف دي بتأثر في قراراتهم وبالتالي بيتخذوا قرارات عنيفة جدا جدا. ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض أسعار السندات، هو معظم الأموال المستثمرة في سندات يبلغ متوسط العائد 1.8، مشتري سند ب$100 وبيديه فائدة 1.8%. لما المصرف المركزي يرفع أسعار الفائدة معناها
السندات في السوق الجديدة بتدي مثلا 6% أو 7%، فما في حد بيشتري ب100 دولار سند بيدي 1.8%. فعشان الناس تشتري السندات القائمة وبتدفع فيكس معدل فايدة ثابت 1.8%، لازم السعر ينخفض بحيث إنه ال 1.8 اللي هي دولار و8 من عشرة في كل 100 دولار، الدولار و8 من عشرة دي تديني 5% سعر الفائدة الجديدة اللي في السوق، فلازم انخفض سعر السند، وهنا حصل حاجة اسمها Realized Losses، يعني خسائر غير محققة بلغت قيمتها في كل سندات البنك محفظته 17 مليار دولار. إلى هنا الأمر قد يبدو طبيعي إنه المحفظة دائما بيكون فيها خسائر وما وغير أنت مضطر لبيعها، فبالتالي بتحتفظ بها لغاية نهاية مدة السندات والبونز، حين يحين أجل البوند ترجع ال 100 دولار مع الفوائد كلها. لكن البنك ما قدر يحتفظ بالسندات دي واضطر لبيعها بسبب انه الشركات الناشئة نفسها المودعة اموال عنده في البنك، ونظرا لارتفاع سعر الفائدة بصورة كبيرة فضلوا انه بدل يقترضوا لتمويل نشاطهم ان يسحبوا ودائعهم من البنك، والسوق في ضغط في السوق منه الأسعار نازلة والسوق is going down وفي lay off للموظفين وإنهاء خدمات وكذا، فبالتالي الأسواق غير مطمئنة فبدأوا يسحبوا أموالهم بدل الاقتراض بمعدلات فائدة عالية. سحب الأموال من البنك السيليكون اللي له إيداعات ما حيقدر يغطي كل السحوبات، فبيضطر إنه يبيع سندات، اضطر لأنه يبيع السندات دي عشان يغطي السحب المتواصل من الشركات الناشئة. by doing so يعني عن طريق بيع السندات دي أصبحت الخسائر غير محققة، أصبحت خسائر permanent وخسائر تحققت تماما، وبالتالي البنك عجز عن الإيفاء بالمسحوبات تحت الضغط من الشركات الناشئة، ولم يستطع إرجاع أمواله، وبالتالي تدخل الجهات الرقابية وانهار البنك وأوقفت تداول في سهم البنك. ده سهم البنك SVB تابع لناسداك اللي هو الخاص بالتكنولوجي، مؤشر التكنولوجي SVB Financial Group، يوم 8 مارس المربع الأحمر 8 مارس كان سعر السهم 267 دولار و9 من عشرة، ده سعر السهم يوم 8 مارس. يوم 9 مارس في الدائرة دي 9 مارس تدخلت الدولة وأوقفت أعلن إفلاس البنك أو إنه أندر ريسيفرشيب، فبالسهم أغلق على 106 بخسارة قدرها 60% في يوم واحد. يوم 8 كان السعر 267، يوم 9 أصبح 106 بخسارة 60% في نفس اليوم، وتوقف التداول في السهم و went out of the market. طيب نواصل في الأسباب. و في سنة 2008 لما حصلت الأزمة المالية في عهد باراك أوباما، تم عمل قيود ورقابة على أو تشديد الرقابة الموجودة أصلا على البنوك الصغيرة، لأن سيليكون فالي بسموه specialized bank يعني متخصص في تمويل الشركات أو الأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا. إلا أنه في عهد الرئيس اللي بعده اللي هو ترامب تم إلغاء كل الرقابة على هذه البنوك وتركت لها حرية أداء أعمالها، وسموها Liberalization of Small Bank اللي هو تحرير البنوك الصغيرة. وأنا أتذكر سمعت الجملة الجاية دي من دونالد ترامب شخصيا بيقول إنه
to let them بيقصد البنوك to let them unleash their potential، يعني نسمح لهم بأنه يحققوا كل اللي البوتنشال اللي ممكن يصلوا له. طيب، أثر انهيار البنوك على الاقتصاد عموما. أول شيء، انعدام الثقة في الجهاز المصرفي بيخفض التصنيف الائتماني. لما تنهار البنوك ويصبح ما في ثقة في الجهاز المصرفي، التصنيف الائتماني للدولة بينخفض، وبالتالي بتكون مخاطر استثمار الأجانب في الدولة كبير جدا، وبالتالي حيأثر سلبا على الاستثمار الأجنبي وما حيجيك استثمار أجنبي. كذلك تكلفة الاقتراض عندك حتكون عالية جدا لأن المخاطر عالية وتصنيفك متدني. يعني الدولة لو عايزة تستدين من الخارج حيتدفع معدلات فائدة عالية. كذلك الأمر ده يؤدي إلى الأسواق المالية إنها تنهار، اللي هو أسواق الأسهم والسندات، والأسعار تنخفض، وبيكون في حالة من الأنسرتينيتي. رجال المال والأعمال بيحجموا عن أي استثمارات جديدة وممكن يدخلوا الاقتصاد في مرحلة انكماش. أيضا بعد الدخول في هذه المرحلة وعدم وجود استثمارات جديدة وانكماش، معدلات البطالة بتزيد، ويتم تسريح العاملين. العاملين نفسهم لما يتم تسريح عدد كبير جدا بتنخفض دخول الأسر، يعني الدخل القابل للإنفاق في الأسر بينخفض، وبالتالي ينخفض الطلب ويحصل انكماش في الاقتصاد أو ريسيشن، وده عنده آثار اجتماعية ضارة وبيأثر على النسيج الاجتماعي اللي هو السوشيال فابريك، وآثار كبيرة جدا لو تلاحظه. ودخول الاقتصاد في الانكماش، لأنه زي ما قلنا تسريح العاملين وانخفاض دخول الأفراد، بيؤدي إلى إنه انخفاض الطلب على السلع والخدمات إلا الضرورية بسبب وجود بطالة. لكن مع ذلك في جود نيوز، إنه في أشياء يعني إيجابية من انهيار المصارف أو بعض منها، بيؤدي لكونسوليديشن في المصارف. يعني المصارف الصغيرة والميزانية الضعيفة وأحوال المالية متردية بيتم دمجها مع بعض، مجموعة بنوك صغيرة أو أوضاع المالية متعثرة، فيتم دمجها في كيانات مصرفية كبيرة وتكون ماليتها أقوى، وبيؤدي إلى أجهزة أو بنوك أقوى مما سبق، وبتقوي الجهاز المصرفي لكن بعد فترة. طيب، ده كان مقال نشر لي في سبتمبر السنة الماضية 22، وكان ملخص أو عنوانه Soaring Inflation and Looming Recession Is the Fed Facing an Impasse؟ يعني كان الوضع في ذلك الوقت إنه الإنفليشن بيرتفع بصورة جنونية، وفي نفس الوقت نحن كنا مقبلين على ريسيشن لومين، يعني at our doorstep، يعني خلاص على الأبواب التضخم الانكماش وبرفع سعر الفائدة. فبقول إنه هل الاحتياط المركزي الأمريكي هل يواجه مأزق أو يعني عدم قدرة على التحرك؟ impasse يعني cannot pass anywhere، فكانت معادلة صعبة. فكنت تنبأت في هنا إنه رفع الفائدة بعدد متتالي ده قد يؤدي يدفع الاقتصاد للانكماش. وطبعا كل المحاضرة كانت، لو تلاحظوا الفيديو الأول والثاني، في كان إمفاسيز مني أو وجهة نظر إنه كل الفاينانشال كرايسيس أو المشاكل المالية بيخلق الجهاز أو الفيدرالي المركزي. عشان كده عملت مقال وحينشر غدا، اليوم 27 أنا بسجل، 27/3/2023، بكرة 28/3 حينشر مقال في جلف تايم في الدوحة اسمه Historical Financial Crisis، يعني تواريخ والأزمات المالية في التاريخ، هل كانت مدفوعة بأفعال البنك المركزي؟ ويبدو من كلامي إنه my answer is yes. وبكده نكون وصلت لنهاية الموضوع أو العرض التوضيحي الخاص بانهيار مصرف سيليكون فالي وأثر ذلك على الاقتصاد. شكرا.